متابعينا الكرام من كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد. معكم اليوم من داخل محافظه سوهاج، واقعه ماساويه شهدتها المحافظه خلال الايام الماضيه، تحديدا في مركز طهطه شمال المحافظه، وهي مقتل سيده مسنه على يد حفيدها بغرض سرقتها. تعالوا نعرف تفاصيل الواقعه النهارده من خلال حديثنا مع نجليها. تابعونا. عرفنا بحضرتك. امسكي كده. أنا اسمي خالد محروس سليم، أنا ابنها الثانية. البقاء لله، ربنا يصبرك. ونعم بالله، ونعم بالله. حضرتك دي واقعة مأساوية، الكون أكيد طبعا. إن سيدة تنتهي حياتها على يد حفيدها، ده شيء غريب لم نشهده من قبل في محافظتنا، فاحكي لنا التفاصيل اللي حصل. اللي حصل إن ابن أخويا اللي إحنا شفناه في الكاميرات صعد عندها في الشقة بتاعتها واعتدى عليها وقتلها وشنع بجثتها ودخلها الحمام وسرقها. احنا حابين بس نعرف في البداية حضرتك المتهم كم سنة؟ 18 سنة لشهرين. والسيدة متوفية؟ عندها 78. فاللي حصل حضرتك، عندنا علم ان الواقعة كانت من حوالي 10 ايام، مش امبارح ولا النهاردة. تمام. فعثرت عليها في الحمام، كانت هناك جثة هامدة، فاحكي لنا التفاصيل بالظبط. كان اخويا، انا ساكن في نفس البيت اللي مقيمة فيه والدتي، فكان خبط عليها حوالي الساعة 10 الصبح، ما ردتش عليه. غنى على التليفون، لقى التليفون بيضرب جرس ومحدش بيرد عليه. راح متصل باختي اللي هي المحامية وقال لها تعالي عشان نشوف في ايه جوه. تمام؟ جات اختي حوالي الساعة 12 ونص، 12 واحدة الا ربع الظهر. نط اخويا من بره لان الشقة كانت مقفولة، ودخلوا هما الاتنين مع بعض، فتح لها ودخلوا هما الاتنين مع بعض. دوروا عليها ما لقوهاش في الشقة، لقوها في الحمام، ملقاية في الحمام من غير ملابس. طبعا لقوا ان هو الميه مفتوحه وعلى اساس ان هي كانت بتستحمى، فتخيل لاي شخص تخيل اليوم ان هي كانت بتستحمى، وست كبيره طبعا وقعت في الحمام وكده. وعدى اليوم الاول، وتاني يوم بعد العزاء ندور على متعلقاتها، ما لقيناش متعلقاتها. فابتدينا نبحث، ولا بطاقه ولا فيز ولا فلوس ولا حاجه. فابتدينا نبحث على المتعلقات، ما لقيناهمش. جه اخويا اتصل بيا هو واختي وقالوا لي ان انا مش قاعد معاهم. اتصلوا بيا قالوا لي تعالى، ده الوضع كذا كذا، ان احنا ما لناش متعلقات الحاجه وكده. فابتدينا من هذا ان احنا ندور على لفت نظرنا والهدومها مش موجوده. مالها العبايه حضرتك؟ ما لناهاش. هو خدها معاها. المفروض كانت جلعاها وبتستحمى. ما لناهاش. ابتدينا ان احنا ندور في الكاميرات اللي حوالينا، في كاميرات ما لقيناش فيها الا نص البيت، والنص التاني في كاميرا تاني. فقلنا نبلغ، واحنا بلغنا في القسم مشكورين. جه المباحث طبعا دوروا في الكاميرا اللي جنبينا، الكاميرات اللي جنبينا ظهرت ان في شاب نط من الساعه 2:10 بالليل صباحا، 2:30، ونزل حوالي الساعة 5:30، 5:30 وخمسة بالليل من البلكونة دي. يعني هو من البلكونة نط من الجزء ده كده، دخل. تمام. دخل من الجزء ده كده. تمام. ودي البلكونة اللي ظهرت الشاب وهو بيدخل وهو بيطلع، صح؟ وهو بيدخل وهو بيطلع من البلكونة. تمام. طبعا رجال المباحث مشكورين. قعدوا يبحثوا. تاني يوم اتصلوا بينا قالوا تعالى نشوف، فرغنا كاميرات كتيرة، راحوا مورينا صورة الولد. تعرفوا ده؟ كانت أختي وأخويا التاني. كانت صدمة طبعا. كنا احنا طبعا في النيابة بيتحقق معانا. تمام. فوجئنا إن هو ابن أخويا اللي هو محمد محمد حمادة. كانت صدمة بالنسبة طبعا لك. أكيد طبعا. يعني شاب زي ده يعمل كده ليه؟ طب بالنسبة حضرتك للمقتنيات للفلوس، الفلوس اللي كانت موجوده معاها فلوس مصاريف، لان هي بتصرف من الفيزا، بتحتاج مبلغ بتجيبه من الفيزا، ما بتجيبش فلوس كتيره.
يعني اي فلوس معاها بتطلعها من الفيزا اللي هي مصاريف الشهر المعاش بتاعها، وعلى مبلغ تاني من الحساب عاملينه هنا في البوسطه في البريد، فبتطلع بتطلع منه فلوس على كده المصروف. حضرتك شاب في عمر 18 سنه، وحسب كلامكم لسه ما تمش ال 18. هو يتم ال 18 في شهر 5 الجاي. فازاي شاب زي كده ممكن يتحكم احداث؟ فانا ناشد وزير العدل، انا ناشد وزير العدل، ازاي شاب زي ده يعمل كده؟ طب هيبقى في المجتمع ازاي بعد كده؟ هيعيش ازاي؟ هيبقى ازاي؟ ده هيبقى مافيا على كده. طب حضرتك طول السنين اللي فاتت لاحظتوا ان سلوكه مضطرب، او انه مثلا دائم التعدي على اشخاص بالضرب، او دائم السرقه او ما شابه؟ والله هو عشان ساكن بعيد في حاجات ما بنعرفهاش، وكل واحد مشغول في حياته. لكن احنا سمعنا بعد كده ان الواد ده شقي والواد ده بيعمل، لكن ما كانش يوصل لنا. لكن احنا ما كانش يوصل لنا ان هو ساكن بعيد عننا، يعني مش ساكن معانا. لكن كان يجي عند الحاجه هنا، والحاجه كانت تضايفه وقعد معاها، يقعد معاها بال10 ايام وال15 يوم، وتاكله وتشربه وتودي له الاكل عند الورشه اللي شغال فيها مع والده. فازاي يعني الواحد ده اللي تعبه، يعني ازاي عيل زي ده ممكن بعد كده ويحاسبوه حدث؟ ازاي الحكومه تحاسبه حدث؟ ازاي العدل يحاسبه حدث؟ انا طالب بالقصاص، انا ما طالبش بالحبس، انا طالب بالقصاص. وده القصاص العادل اللي هو حكم ربنا عليه، مش حكم احنا. يعني لان احنا حضرتك لو بنتكلم في واقع، فاحنا مش بنتكلم فقط في قتل. لا ده مش قتل، ده تمثيل وترويع وارهاب وسرقه وهتك عرض. في حاجات كتيره يعني هيتحاسب على ايه؟ يعني انا نفسي اعرف هو هيتحاسب على ايه؟ حسب على قتل ولا وجدته؟ يعني فوق ده كله جدته يعمل فيها ازاي كده؟ ازاي يعمل كده؟ رسالتك للقضاء العادل النهارده ايه؟ والله انا اتمنى، هو القضاء المصري قضاء عادل، اتمنى ان هو يتحكم جنايات، يتحكم عدل، يتحكم قصاص، يقتصوا منه، مش يتحبس. لا انا طالب بكده، انا طالب الوزير العدل والنائب العام ان يتدخلوا ان يتحكم عدل، قصاص ربنا عليه. ما يكونش فقط حبس، يدخل سنتين ثلاثه ويطلع اسوء. هيطلع ازاي؟ هيطلع اسوء لينا كلنا، للمجتمع والاهل وللناس كلها ولعيالنا. ازاي يعني؟ مين هيسيبوه؟ وهل هيسيبوه؟ هل احفادها هيسيبوه؟ سيبك منا، احنا كبار، عيالنا احنا هتسيبه؟ فكده احنا يعني هنشجع عليه، نشجع المجتمع يبقى كويس وينضف، هنشجع الناس حضرتك انه يحصل وقعه واثنين وثلاثه وزي طبعا ويقول لك حدث في سن 18 سنه خلاص وخلاص. انا يعني اجيب عيل 18 سنه واقول له اقتل ويتحاسب حدث؟ تمام، نسمع التفاصيل من حضرتك. عرفنا بيه محمد علاء محروس سليم، ساكن في شارع المحكمة. تمام. التفاصيل، أنا يوم الخميس والدي اتصل بيا الصبح قال لي ده روح بص على ستك في السوق بتاع الغربة عندنا عشان هو مش لاقينا، رن عليها وما لقاهاش. طبعا رحت بصيت عليها هناك، اتصل بيا بعد كده قال لي لا ده التليفون جوه، احنا بنرن وجرس والتليفون جوه محدش بيرد. فجاء بعد كده جت عمتي ودخل نط والدي من البلكونة هنا، دخل فتح الباب، دخلوا لقوا ستي طبعا متوفية جوه. طبعا عدى أول يوم وتاني يوم إن هي وفاة عادية، وفاة طبيعية، مفيش أي حاجة. في الفترة دي محمد حمادة يعني كان في حاجة غريبة معاه، إن هو كان في الفترة دي كان معايا يوم الوفاة كان معايا، ففي حاجة مش مظبوطة. فجي بعد كده يوم لما جت الحكومة خدت الفيديو تمام، ووصلوا إن هو محمد حمادة. التفاصيل طبعا انا عرفتها، انا كنت معاه جوه، هو قال الكلام ده قدام الضابط، بس قاله بالنيابه ان انا اللي عملته، هو مثل الجريمه انا اللي عملتها. لان احنا سلمنا محمد علاء، يعني اتهم حضرتك؟ لا انا شكوا فيا الاول. لا والده شك فيه، شكيت فيه والده شك فيه صح، واخده مسلمه، قال انا لو ولد اعرف ان هو مدان هقطع رقبته. فطبعا لما دخلت جوه رئيس المباحث، هو طبعا لما عرف ان انا جوه فقال لك بس ده كده ايه بيحاول يثبتها. فراح قايل ده الظابط قدامي قال له سعادتك ده هو انا رحت فتحت له البلكونه ودخلت فتحت له الباب وهو دخل خنقها
وراح جررها على الحمام قال لها هدومها وراح خبطها وعمل كل حاجه وانا كنت رايح اتفرج. انا رحت بس هو خد بعد ما خلص اداني الكيسه اللي فيها الهدوم واللي فيها الفيزا واللي فيها المتعلقات الشخصيه بتاعتها وانا خدتها رحت ولعت فيها. طبعا كل الكلام ده ما حصلش. هو لما جه مثل الجريمه هنا مثلها ان هو جدا قوي واعترفته في المباحث بس انا بتكلم على تمثيل الجريمه والكاميرا الثابته كل حاجه. هو لما جه دخل تمام دخل راح مخانقها على الكنبه الاول حاولت تخربشه. هو في خرابيش في رقبته حاولت تخربشه. ايوه في خرابيش في رقبته تمام. طبعا هو اقوى منها يعني هي برده ست كبيره ونايمه هو اقوى منها خانقها وراح جررها من على الكنبه بالمفرش اللي هي كانت نايمه عليه لحد الحمام. راح قال لها هدومها وراح ممسكها الليفه وممسكها الصابونه ورغى ايديها بالليفه والصابونه فتح عليها الميه رجع راح ماسكها وخبطها في القعده بحيث ان هي تبان ان هي واقعه فاتخبطت ورا ودنها يعني كان في نزيف ورا ودنها هم بيغسلوها. فطبعا هو احنا ما اكتشفناش الكلام دوت الا بعد الوفاه. التجليد دوت احنا ما شفناهوش. التجليد اللي كان في رجليها دوت احنا ما عرفناهوش في ساعتها. احنا قلنا الدم دوت من الوقعه من الخبط. هي اتخبطت في الحمام هو مثل ان هو والبوك بتاعها الفلوس الشخصيه اللي كانت معاها في اليوم دوت كان 800 جنيه على كلامه ان الكلام ده هو قايله بلسانه كانوا 800 جنيه والفيزا والبطاقه وخدهم وخد العباءه اللي كانت لابساها وخد المفرش اللي شدها بيه حطهم في كيس حاول انه يخفي كل ده وخد لم شويه من الشقه يعني هو نازل بكيس بسم الله ما شاء الله يعني نازل بكيس معاه وراح رايح مولع فيه عند المحل بتاعه على كلامه يعني ايه هدومها والفيزا والورق بتاعها على كلامه هو في الاسم ده اللي هو قاله في الاسم واللي قاله قدامي. فدوت ما يعني ما ينفعش حديث سن خالص ما ينفعش حدث حدث ازاي. جدتك كانت مشهوره بالطيبه لا هي معانا احنا كلنا وبالذات هو لان هو كان امه كانت على طول بتطرده من البيت فتعالى يا ولد تعالى بات معايا يجي يقعد هنا ويبات يروح القرشه تقوم واخد له الاكل ورايحه وراه الورشه تقعد له الورشه تفضل قاعده معاه لحد ما تجيبه معاه هنا تاني عشان خاطر ما يباتش في الشارع. يعني هي كانت حنينه عليه ما قصرتش معاه في حاجه. اكله كانت بتودي له هدومه كانت تجيبها له تغسلها له هنا تعالى ولدي بات معايا وتدي له فلوس عايز فلوس خد عايز فلوس خد. كان يجي احنا كنا نيجي نلاقيه بايت هنا في ايه متخانق مع امه ادي قاعد. فهي يعني كانت حنينه عليه ما قصرتش معاه في حاجه. طالب بايه؟ طالب بالقصاص عشان ده لو طلع بعد سنتين انا مش انا عن نفسي كحفيدها انا مش هسيبها انا هاخد بطاري. فهي الحكومه تجيب لي طاري منه يا انا هاخد بطاري بايدي لما يطلع. ما هو هيطلع لي بعد سنتين هيسلم عليا ده واحد مخطط لكده كله وبعدين عيل صغير كله ونقول عليه حدث ازاي مخطط وجريمه بشعه زي ديت وازاي نقول عليه حدث ويطلع عليه حدث في الاخر ازاي فما ينفعش حدث خالص. فانا اللي طالب بيه ده مخطط ودخلها مخطط ومنفذ وراسم يعني واحد يجي له قلب بعد ما يقتل سته ويدخلها الحمام ينام مكانها ساعه على الفرشه بتاعتها. طب قلبك جابك ازاي تعمل كده؟ ايوه يعني انت مخطط لكل هو قلب لسانه قدام الظابط. ايوه الكلام دوت انا نمت ساعه مكانها اعترافاته مش طب انت قلبك يجيبك ازاي بعد ما تقتل ستك تنام مكانها ساعه وتاخد اكل هي كانت عاملاه تاكله انت وابوك يعني تروحوا البيت تاكلوا انت وابوك والجماعه في البيت. طب قلبك فين انت في ده كله؟ قولوا عليه حدث ازاي يعني واقف تاخد عزاها ازاي طيب؟ يعني انت شايل خشبتها وانت اللي قاتلها؟ انت شايل خشبتها وماشي معاها رايح توصلها وانت اللي قاتلها؟ واقف تاخد عزاها وانت اللي قاتلها؟ ويتقال عليه حدث؟ طب حدث ازاي يعني؟ ما حد يقنعني ده ازاي حدث؟ فلا ده انا طالب بالقصاص. ده اصلها 15 سنه ويطلع بعد 7 8 سنين حسن سير وسلوك. طب هو لما يطلع احنا هنسيبوه؟ انا عن نفسي انا واحد من الناس مش هسيب حق. فانا بطالب الحكومه تجيب لي حق بعد اذن حضرتك وزاره العدل تجيب لي وزاره العدل. زي ما استمعنا من حضراتكم تفاصيل مقتل سيدة عليات حفيدها احنا النهاردة استمعنا لما حدث من خلال حديثنا مع نجلها وحفيدها الثاني. نشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من داخل محافظة سوهاج.